والآن جولة مع أهم الأخبار الاقتصادية. ينضم فيها إلينا الزميل محمد عبد الله. مساء الخير محمد. مساء الخير رجائي ومساء الخير الهام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى جولة اقتصادية لأهم الأخبار محليا وعربيا وعالميا. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الخامسة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة. خلال الجلسة تم التأكيد على أن استمرار الأزمات العالمية يفرض توسع مصر في تنفيذ مشروعات لاستنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام. وأكدت الجلسة على ضرورة تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية واستخدام البذور المهندسة وراثيا لإنتاج الأعلاف لتخفيف الضغوط على صناعة الدواجن وأسعارها وتقليل الاستيراد. كشفت جلوبال بترول برايس عن الدول الأرخص في أسعار البنزين على مستوى العالم، والتي جاءت مصر في المركز السابع كأرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين بمتوسط سعر لللتر بلغ تقريبا 35 سنتا. وجاءت دولة فنزويلا في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس. وأضاف التقرير الصادر عنها أن السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل نحو $1.30 لللتر، موضحة أن هناك فروقا ملحوظة ما بين الدول. في أسواق البترول العالمية انخفض النفط بنحو 3%، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي متأثرا بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وهو ما قد يؤثر على الطلب إلى جانب مؤشرات على وفرة الإمدادات. وانخفضت العقود الأجلة للخام برنت بنسبة 2.8% إلى $82.77 للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.6% إلى $76.42 للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى $2.07 للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.3% لتسجل $2.04 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباين أداء بورصات الإمارات بنهاية التعاملات، حيث أنهت بورصة أبوظبي على ارتفاع بعد أن أعلنت شركة بترول عن طرح عام أولي لنشاط الغاز، بينما أغلق مؤشر دبي على خسارة. وبالرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 2%، تقدم مؤشر أبوظبي الرئيسي بدعم الإقبال على المخاطرة في أعقاب الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة للغاز. بنيت مجموعة كهرباء فرنسا في عام 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس، ما أدى إلى ارتفاع مديوناتها إلى مستوى قياسي أيضا بلغ 64.5 مليار يورو بسبب مشاكل في أسطولها النووي ومساهماتها القصرية في إجراءات الحكومة لخفض نفقات الفرنسيين. وزادت قيمة مبيعات شركة الكهرباء العملاقة إلكتريستي دو فرانس بنسبة 70% لتبلغ 143.5 مليار يورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. لكن المجموعة تراجعت بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17 مليار يورو مقابل أرباح بلغت 5.1 مليار يورو في 2021. نهاية أخبار الاقتصاد، أعود من جديد إلى إلهام ورجائي. شكرا لك محمد عبد الله على هذا العرض.